شاء الله ان شاء الله يزيدونا شي جوج سيمانات من الاحسن. يا اصلا من الاحسن يزيدونا شي جوج سيمانات ولا ثلاثه حتى يساليو الحالات ان شاء الله، ديك الساعه باش ما كيبقاش الخطر. ايوا والله شافي جميع الامه الاسلاميه ان شاء الله ويرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ان شاء الله. انا كنظن على حسب اللي كنشوفو كنظن لان كنشوفو مواطن اخرين كانوا كفت منا والناس خرجت عملت الحياه عاديه ديالهم، دونك علاش حنايا لا؟ انا كنظن مستعدين واحد 99%. شكرا. ان شاء الله غادي تمدد واحد 15 يوم باش يجي مع الدعم الثالث، هو هذاك ان شاء الله مع الدعم الثالث يجي هو هذاك ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. الحمد لله حنا كنتمنوا الحكومه المغربيه تطلق شي حاجه المسائل الاساسيه للحياه اليوميه الاقتصاد المغربي، وكنتمنوا تزيد شي جوج سيمانات يعني الحاجه تعاود يكونوا شي جوج سيمانات اخرين يكونوا يعني الناس ني المهم حاجات اخرين بحال الجوامع بحال شي حاجه الحمامات كذا. المهم حنا كنتمنوا الله تكون الامور بخير وعلى خير، وكنتمنوا الله تمدد واحد جوج سيمانات اخرى باش ما يبقاش واحد الاقتصاد في المدينه في المغرب كامل بصفه عامه. وهادشي اللي كاين والسلام عليكم ورحمه الله. واش غادي نقول لك انا هادشي اللي سامع كيقول لك غادي يزيدوا شويه فهمتيني، ونقدروا نوصلوا للعيد وباقي ما كاين والو لا تحركات لا والو فهمتيني، والناس دراوش مضروبه فيهم صراحه. كنشوفوا الناس في الجبل كنطلعوا من الجبل كنشوفوا صراحه شي اشياء فهمتي ما كتدخلش لنا العقل فهمتي، حيت كاين بعض الناس استافدوا دابا من هذا الشيء هذا، وكاين بعض الناس الله يحسن لهم فهمتي غير كيتسمى قراب وكذا فهمتيني، اما الناس اللي دابا اذا في الجبال وكذا ما استافدوا ما والو فهمتي. واش غادي نقول لك زعما هذا الشيء كيفوت فهمتيني، ولا صبرنا على هذا الشيء هذا ان شاء الله ربي يوزع لنا هذا الوباء فهمتيني، وكل شيء بيد الله فهمتي، بنادم يعمل اليقين ديالو في الله فهمتيني، والصلاه والعباده والدعاء فهمتي، هو كل شيء كيفوت فهمتي، نبقى صحيحه وكذا ونحافظوا على بعضياتنا هذاك هو الاهم. باش نعطيك شي راي لان الشيء كيبقى عنده الناس اللي مختصين فيه، هذا اختصاص ديال الحكومه هي كتشوف، الا كان هذا الشيء في صالح المواطن راه هي غادي تمدد فيه، ما كانش في صالح المواطن راه بالتاكيد هي ما غادي تمددش في هذا الحاجه. واش كتشوف الطرفيه الدوله؟ واش نقول لك؟ الحمد لله راه كاين واحد النسبه كبيره ديال الشفاء الناس اللي تصابوا في هذا الكوفيد، ومن غير هذا الشيء هذا راه كنشوفوا ما كاينش عدد الاصابات بحال اللي كانت قبل، ولكن انا قلت لك كيبقى في الاول وفي الاخر هذا عند هادشي هذا راه عنده الناس اللي اصحاب الاختصاص هما اللي غيقروا واش يزيدوا ولا ما يزيدوش، واللي فيه مصلحه المواطن هو اللي حنا كمواطنين غنتقبلوه ونرحبوا به. هذا هو في الراي ديالي، يقدروا يمدوا يقدر ما يمدوش، وغالبا غالبا غيمددوا الله اعلم شي 10 ايام ولا والله اعلم، دابا هذه مجرد فكره ديالي وصافي. على حسب اللي كنسمعوا دابا هذا الرئيس ديال الوزير اللي صرح مؤخرا يقول لك زعما واخا التحسن هذه يعني ماشي كيعني بان صافي حنا نجينا ولا حق العلم لله، كيبقى مجرد راي وصافي. الاوضاع دابا في الاوضاع كنشوف الامور تحسنت زعما مزيان الحمد لله، الانسان خصو يعمل الاحتياطات ديالو والتباعد والمسائل الاحتياطيه وصافي، هذا الشيء اللي كاين في الراي ديالنا. دابا كنلاحظوا حنا في الدول مثلا الاوروبيه شحال الضحايا تبارك الله عندها، واحد العدد خيالي ديال الناس وهذه وهذاك، ومع ذلك تلقوا داك الشيء بالاجراءات امنيه وهذه والامور ماشيه مزيان الحمد لله. ونطلبوا الله حتى حنا في نفس الوقت يعاود يعدلوا عندنا، حيت دابا الناس راه مضروره بزاف الله يحسن لها، ولا بالنسبه للمهنه ديالنا ولا جميع المهن فهمت، كل شيء مضرور. ونطلبوا الله يفرج علينا هذا الكاربوس هذا الشيء اللي نقول لك. ما حال ولكن قلت تما كاين ناس مقصحين وهذيك كيقولوا باقي يجي العيد الكبير والناس ما خدامهشي ما يمكنش يزيدوا في الحجر الصحي، هادشي اللي كاين. ما كاين بزاف الناس ما مرتاحينش هادشي، هادشي اللي كاين وشكرا. اذا سمعتي 40 فوق قبل اي مدة الحجر معروفه عاد مدد اخر، اذا كانت 40 قال 30 20 فكنظن ما يمددوش اخر الله اعلم، ولكن كتظن الاتجاه التمديد ماشي. شكرا. شنو نقول لك اخي ديالي، نتمنى من الله نتمنى من الله يفوت هادشي هذا، امل كبير عند الله يقدر. مزيانه زعما مزيانه. لا 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 شنو نقول لك اخي، الواقع المعاش حنا ما كرهناش ما يمددوش اخي،
لان هذا المرض هذا خصنا نتعايشوا معاه ونخرجوا نواجهوه، وان شاء الله ترجع الحركه في البلاد والمياه الى مجاريها، ونعملوا واحد الدوره اقتصاديه ان شاء الله اللي تكون كادر ديال الجامع ان شاء الله. يعني كيفاش كتشوف المملكه يعني مستعده؟ وعلى ما كنشوف حاليا الحمد لله رجعت واحد الاعداد الناس اللي تشافوا الحمد لله ما شاف تصاعد وفي خطوه تصعيديه، والحالات الاصابات يعني قللت بواحد الوتيره ملفته، والحمد لله قدرنا نسيطروا على الوضع والامور ماشيه على احسن ما يرام، وكنتمنوا المستقبل يكون ان شاء الله ينطلق الاحسن ونكونوا وش نقول لك اخر برهنا على اننا كنا في مستوى الحداث وقدرنا نسيطروا على هذا الوباء. كنتوقع تمدد ان شاء الله، حيت الحاله باقا ما مستقراش، باقي الحالات كيدوروا. مزيانه الحمد لله بخير في هذه الساعه، هي ما الشوكه كتحسن ان شاء الله. الوضعيه الحاليه كتبين لي انه ممكن يوقع شي تمديد، حيت مازال الامر ماشي يعني ماشي مسيطر عليه، ولكن يعني هو في نفس الوقت ماشي في مصلحه ديال انها تمدد اكثر، حيت عاود الوضعيه ديال الماديه ديال الساكنه ديال المغرب كامل يعني اغلبيه ما مستفداش من الوضع، حيت كاين اللي التضامن ما استفدش منه، كاين اللي ما استفدش من هامد، كاين اللي ما استفدش من سينيسس، وما يمكنش يبقى هذا اغلاق كلي. يعني احنا كنطلبوا ان يكون واحد رفع شويه تدريجي باش نقدروا يعني نواكبوا الوضعيه الوبائيه، وفي نفس الوقت يبقى اقتصاد ماشي. هذا اللي كنظن غادي نقول لك شويه الامور قاصحه، حيت ثلاث اشهر راه قاصحه بزاف على الساكنه ككل، يعني سواء كان اقتصاد يعني ديال الدولة ولا من ناحية ديال المواطن العادي، وعاد دازت أعياد ودازت فترات اللي أي واحد عنده شي سنتيم ولا شي حاجة محيد راه صافي مشات. طبعا كنظن غيزيد وكنظن كنظن الله أعلم، كاين شي حاجة اللي كتبشر بالخير، ولكن كنتمناو زعما يزولوا هاد وترجع الامور كيف ما كانت، والانسان يخرج السرزاق ويعيش الحياه ديالو الطبيعيه، ونولفوا مع هذا المرض هذا يعني هادشي اللي كاين. غادي يكون التمديد، هادشي هذا ضروري باهي، لان هادشي هذا ما كيبشرش بالخير، فهمتيني؟ كنشوفوا الحالات كيتزادوا والناس باغي كتاذى، حتى حنا الشعب ديالنا شويه ما تاخذش بهذا الالتزام هذا، ما كاينش الوقايه فهمتيني؟ كنشوفوا كلشي مخلط، كلشي محشي بباطو، يعني نورمال حتى الا زادت انا معاها تزيد احسن، وزيدوا حتى اكثر ان شاء الله، ونطلبوا الله خير، الله يزينا هذا الوباء وصافي. بحال والو القدر تزيد شي حاجه كيتما تينا كتعرف. يعني باقي كنقولوا باقي كيتزادوا شي حاجه الاصابات عندنا حنا هنا فهمتي كيف؟ ولا زادوها مزيانه 10 ايام ولا 12 يوم مزيانه فهمتي؟ الاوضاع دابا في المملكه الاوضاع بدات كتحسن شويه، ونطلبوا الله الخير وصافي. تحياتي الله يحفظك. بالنسبه لنا وبالنسبه لجميع العالم درس في الحياه، وخصوصا جميع المسلمين، حيت خصنا نزيد القدام وحرم بزاف الحاجات، مثلا حرم فساد، حرم المهم جميع الحوايج حرم، من داون فوق ان شاء الله غادي نعيشوا الحياه ديالنا عاديه من داون فوق، ونتمنوا الصحه والخير هادشي اللي كاين. الوضعيه الحاليه كتبين لي انه ممكن يوقع شي تمديد، حيت مازال الامر ماشي يعني ماشي مسيطر عليه، ولكن يعني هو في نفس الوقت ماشي في مصلحه ديال انها تمدد اكثر، حيت عاود الوضعيه ديال الماديه ديال الساكنه ديال المغرب كامل يعني اغلبيه ما مستفداش من الوضع، حيت كاين اللي التضامن ما استفدش منه، كاين اللي ما استفدش من هامد، كاين اللي ما استفدش من سينيسس، وما يمكنش يبقى هذا اغلاق كلي. يعني احنا كنطلبوا ان يكون واحد رفع شويه تدريجي باش نقدروا يعني نواكبوا الوضعيه الوبائيه، وفي نفس الوقت يبقى اقتصاد ماشي. هذا اللي كنظن غادي نقول لك شويه الامور قاصحه، حيت ثلاث اشهر راه قاصحه بزاف على الساكنه ككل، يعني سواء كان اقتصاد يعني ديال الدوله ولا من ناحيه ديال المواطن العادي، وعاد دازت اعياد ودازت فترات اللي
اي واحد عنده شي سنتيم ولا شي حاجه محيد راه صافي مشات.